ان شاء الله، ورمضان يدخل علينا واحنا كلنا مبسوطين، والكورونا دي بقى ربنا يزيلها باذن الله. طيب النهارده بقى هنتكلم مع حبايبنا اللي لسه بتوع التاسيس. يعني ايه؟ طب هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في العربي ولا في الماس ولا في الحساب؟ هنتكلم النهارده ازاي نوصل لابننا او بنتنا اللي لسه صغننه خالص فكره الجمع او الطرح، او ممكن نقولهم في الماس بقى اللي هو البلس والماينس او السبتراكت. تمام، بصوا بقى بالنسبه للجمع، اولا انت لازم اللي هو البلس او اللي هو الاد، الناس اللي بتاخد ماس. تمام، اولا لازم نعرفهم ان علامه البلس هي العلامه دي. تمام، طب نعمل ايه لو طفلك لسه مش مستوعب فكرة تحط في مخك وتطلع على ايدك، او put in your mind and in your finger؟ لا، مش هو لسه مش مستوعب الفكرة دي، اللي هو الطفل بتاع ال3 سنين ده، نعمل معاه ايه؟ بص بالظبط، هنرسم له اول حاجة خالص، وليكن مثلا هنقول له دي كم سمكة، هاو ميني فيش، كم سمكة، هاو ميني فيش. هنا هيقول لك ده نمبر 1. طبعا انا بتكلم دلوقتي الطفل اللي هو عارف على الاقل لحد 20 او 20 في الماس. هنا دلوقتي هيكتب لي وليكن مثلا 1، ودي يلا 1 2، يبقى 2. بعد ما يعمل كده اعملي له علامة البلس وقولي له كده احنا حطينا بلس، بلس دي معناها نعد كله. معناها ايه؟ نعد كله. تمام، ايكوال، ونرسم له بقى مربع كبير قوي اكبر من المربعات ديت علشان يعرف معناها ايه نعد كله. يلا نعد كله مع بعض بقى زي ما احنا قلنا له 1 2 3، يبقى هنا نكتب 3. طيب نرسم بقى، نشتغل الناس بتوع الحساب. لازم نعمل مربع كبير، وهنا دي مربع صغنن ودي مربع صغنن. يلا كم نجمة، هاو ميني ستارز، يلا نعد كم نجمة، 1 2 3، هنكتب الـ3. هنا كام نجمة؟ 1 2. يلا علينا علامة الزائد او البلاس اللي هي معناها ايه؟ نعد كله. معناها ايه؟ نعد كله. يلا نعدهم مع بعض كلهم، 1 2 3 4 5، عدينا كله عشان احنا حطينا علامة الزائد، يبقى طلع في الاخر 5. تمام، نعمل واحدة تانية عشان نشوف ابننا يشتغل معانا ازاي. يلا نعد 1 2، هنكتب هنا 2. هنا بقى في حاجة، في تفاح؟ لا مفيش، يبقى لازم نعرف ابننا ان الحاجة اللي مش موجودة لا اما هنكتب 0 او هنكتب الزيرو. طب يلا بقى، طب هنا حطينا الزائد، الزائد معناها ايه؟ نعد كله. يلا نعد كله مع بعض، 1 2، مفيش، يبقى نكتب هنا 2. يعني معنى كده ان اي رقم بيبقى قدامه زيرو بينزل الرقم ده، بيضرب الزيرو وينزل مكانه. تمام، دي الطريقة الصح اللي احنا نشرح بيها لطفل لسه عنده 3 سنين او 3 ونص، او طفل لسه مش مستوعب يعني ايه احط في مخي واحط على ايدي. دي الطريقة الصح. لكن لو طفل مستوعب فكرة ان انا احط على مخ في مخي وعلى ايدي، بعمل ازاي معاه؟ وليكن مثلا هكتب 7 زائد 3. بنسأله هنا مين الكبير، 7 ولا 3؟ لو ابنك مش عارف مين الكبير خليه يشتغل بنظام الرسم. 7، يلا ارسم 7 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7.
طب لو 3 داير، 1 2 3، مين فيهم الكتير؟ طبعا السبعة. يبقى السبعة هي الكبيرة. الكبير او الكتير هو اللي بنحطه في مخنا، والصغير بنحطه على ايدينا. 1 2 3. يلا نعد بعد الكبير، او بنعد بعد اللي في مخي. مين اللي في مخي؟ السبعة. هنقول بعد السبعة 8 9 10، يبقى نكتب 10 هنا. طيب حاجة تانية، احنا عرفنا الطفل الشكل ده، لازم كمان يعرف الشكل ده. نفس الكلام، لو مش عارف مين الكبير خليه يرسم دواير ونشوف مين الكتير. الكتير بنحطه في مخي، والصغير بنحطه على ايدي. 7 في مخي والتلاتة على ايدي، ونعد بعد اللي في مخي. بعد السبعة 8 9 10، يبقى لازم يعرف الشكل ده ولازم يعرف الشكل ده. تمام كده. طيب ايه تاني ممكن نديه لاولادنا؟ الطفل مثلا اللي هو دلوقتي خلص الارقام لحد 20، تمام، هناخد له نديله مثلا اللي هو الشكل اكمل او كومبليت في برضو الناس اللي بتاخد الماس. هنا مثلا كتبت 1 2، يلا 1 بعدها جه 2، الاتنين هتيجي بعدها مين؟ التلاتة. برافو. طب بصي دي نفس الكلام، 3 جه بعدها 4، 4 يجي بعدها مين؟ 5. تمام. طيب بصي دي هنا بقى مين؟ هنا يعني احنا عايزين الرقم اللي قبل الواحد. مين الرقم اللي قبل الواحد؟ عشان كده لازم نعرفه ان الصفر اصغر الارقام، وان الصفر بيجي قبل الواحد، او الزيرو بيجي قبل الوان. تمام. طيب بصوا دي بقى، اتنين اربعة والمربع ده فاضي. الله، هنجيبه ازاي بقى ونشرحه ازاي لطفلنا؟ بص الموضوع سهل خالص، هترسموا لهم خط اعداد وهنكتب عليه. طبعا اول حاجة خالص الزيرو، يلا نكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا دلوقتي انا معايا كورة، الكورة دي حد واقف وماسك الكورة عند عند رقم، سوري، رقم 2. هو الاتنين ده طنش التلاتة وحدفها على طول للي واقف عندي. مين؟ الاربعة. الاربعة هتقلد الاتنين، يعني هتطنش اللي بعديها وتحذفها للرقم اللي بعديه. الاربعة هتطنش مين بقى؟ تطنش الخمسة وتحذفها للي واقف عند الستة. نكمل تاني، معلش الموبايل فصل. فدلوقتي الاربعة هتطنش الخمسة وتحذف الكورة للي واقف عند الستة. يلا قولولي كمان بقى، الستة هتعمل زيهم، هتطنش مين؟ تطنش اللي وراها اللي هي السبعة، وتحذف للي واقف عند التمانية. فهنا هنكتب 6 وبعدها هنكتب التمانية. طب يلا نحل دي مع بعض، خلينا بقى بالماس شوية. 1 1 3، عايزين نعرف مين اللي بعد ال 3. يلا نرسم برضو خط الاعداد. انا خدت بالي اني فوق كتبت بطريقة الماس، طبعا الواحد لازم يتكتب من هنا، سوري، انا عشان شغالة ماس اكتر فكتبت الواحد من هنا. طبعا هنا الرقم بيتكتب كده، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يلا مين يقول لي الكرة؟ مين يقول لي الكرة عندي كانت مع مين؟ كانت مع الوان، هي موجودة فوق، الكرة كانت هنا مع الوان، والوان طنش التو وحدفها على طول لمين؟ للسري. يلا السري هتطنش مين؟ الفور، وتحدفها لمين؟ للفايف. يبقى هنا هنكتب 5. عرفنا موضوع خط الاعداد ده يتحل ازاي. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. تمام.
ده بالنسبة للناس اللي هي مش عارفة تبدأ مع أولادها إزاي. أديني النهاردة اديت لك كذا فكرة تقولي لابنك تشتغلي معاه إزاي، سواء ماس أو في الحساب. قلنا الفكرة واحدة، الفرق الكلام. يعني مثلا لو عندي في الماس هقوله عد وارسم له مثلا إيه كذا نجمة أو كده، في ده سوري في الحساب. لو في الماس هنقوله count and write، اكتب عد واكتب count، كلمة count. تمام، دي دلوقتي افكار كتير، وعرفنا ازاي نعمل بلس. الماينس خليه الحلقة الجاية، بس اهم حاجة نبدأ نشتغل معاهم. يعني اللي ابنه خلص ما تعديش معتمدة دايما على ان الماس لازم اخري اقعد يحفظ النمبر لحد 100 او يحفظه لحد 100، لا لسه في حاجات كتير اللي تتعمل. تمام، في شكل الكومبليت اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي، يعني يا ريت تشتغلوا دايما ان انتوا توسعوا مدارك بالذات في الماس او في الحساب. شغلوا دماغهم. البلس والماينس لازم يشتغلوا فيه خلاص، او الجمع والطرح لازم يعرف العلامة، علامة الجمع لازم يعرفها. ومعنى الجمع في الشكل ده كده ان الطفل اللي لسه مبتدئ ولسه مش فاهم يعني ايه احط في مخي وعلى ايدي. تمام كده، انا خلصت الفيديو اللي هما في بداية التأسيس خالص. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتابعوني، عشان لو نزل لأي حاجة جديدة للبري سكول تبقى وصلالكم بإذن الله. وشكرا لكم جدا جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.